نكمل بقى كلامنا عن مصر البطلمية، نتكلم قبل ما مات الاسكندر ده ماتش بالمناسبة، لكن هنتكلم عن شخصية كليمونيس العبقري، الراجل الناصح الذكي لم القمح من مصر كلها، الفيوم ضايقته ده عارف يتعامل مع كل الناس بشكل محترم. 328 قبل الميلاد كليمونيس بعت للاسكندر عملة عليها اسوار اسكندرية، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا امرنا ونقدر نفرد حلقات كاملة عن اثار اسكندرية. ان ما قدرناش نشوفها سوا ونسوى اللايف هناك باذن الله، ممكن اقول ان احنا نحاول ان احنا نبرمج عدد من الصور لاثار المدينه ونحكي تاريخها بالكامل واثارها الهامه اللي بتهم الكل ازاي يزور اثار اسكندريه. المهم كليمونيس استمر على تجارته واستمر على قوته لغايه 323 قبل الميلاد، وصل الامر بان الاسكندر المقدوني قد مات. مات الاسكندر 323 في بابل. اتقسم القادة ثلاثة، فرع عاوز يمشي، فرع عاوز ياخد أي حاجة معاه، فرع الثالث قلع خاتم من إيده وقال الإسكندر قبل ما يموت إداني الخاتم ده، برديكاس. برديكاس قلع الخاتم وقال الإسكندر إداهوني وأنا النائب بتاعه، ولابد أن ننتظر حتى تضع زوجته طفلها وحتى نرى ما هو المنظر بالنسبة لأخيه غير الشقيق اللي هو فيليب أرهيدايوس. اتفق الأمر والقادة قبلوا وتمت التقسيمة أنه إذا أنجبت زوجة الإسكندر طفلا ذكرا سيكون هذا الطفل وريثا لأبيه مع شقيق الإسكندر غير الشقيق فيليب أرهيدايوس. بالفعل وضع الطفل اللي هو الإسكندر الرابع. بالمناسبة الإسكندر هو الإسكندر الثالث، لأن إحنا في حاجة الترتيب، لما جينا نرتب أسرة البطالمة فرتبنا ملوك أسرة البطالمة، بطلميوس تاسس وتيري الثاني، العاشر الإسكندر الأول، الحداشر الإسكندر الثاني، فلما جينا عند الإسكندر فاتفقنا إن إحنا نسميه الإسكندر الثالث وابنه الرابع، لكن هما سابقين لملوك البطالمة عشان ما حدش يخلط الأمور مع بعضها. المهم تم الاتفاق أنتيجونوس وسلوقس وأنتيوخس وبطلميوس، كل واحد يروح حتة، بطلميوس اختار مصر، جه بطلميوس على مصر احتك بشخصية كليمونيس، وجد كليمونيس بيقدم له 8000 تالنت فضة، بيقول له دي ميزانية مصر. بطلميوس استعجب قوي، انت يعني بتقدم لي حاجة بتغريني، بلد ميزانيتها 8000 تالنت من الفضة، ده رقم كبير جدا. فدبر مؤامرة لطيفة وقضى عليه وقتله. دايما بقول ان المرحلة دي بيسعى من خلالها البطلمة ان تكون مصر تحت سيطرتهم، لتكون مصر شقة تمليك، لان هو كان جايها كشقة إيجار، هو عايز شقة تمليك ليه ولولاده. وبالفعل نجح بداية في قتل كليمونيس، ثانيا في انه راح على بابل مع المحنط المصري علشان جثة الاسكندر، ونقل جثة الاسكندر الى مصر بحيلة، بان الاسكندر حلم بانه عايز يتدفن في مصر، وان انا كنت اللي كات، لان بطلميوس ابن ليجوس كتب كتاب عن حياة الاسكندر، واتنقلت الجثة الى مصر او اتعمل ضريح ايا كان، فالبروباجندا كلها كانت لصالح مصر. الأهم من كده الجناحين اللي أنا قلتهم اللي دخل منهم بطلميوس، لأن الجناحين دول سهل يتكسروا، فطلع على جوف سوريا خدها منطقة رفح، وطلع على حدود مصر الغربية وخد نقطة تحصينية، مما أقلق برديكاس بخصوص القائد بتاعه أنه كده بيتوسع. قامت حرب انتهت بهزيمة برديكاس والقضاء عليه وإعادة تقسيم ملك الإسكندر بعد موت كل من كان ينتمي إليه، وأصبح بطلميوس من هذه المرحلة بعد ما 311 قبل الميلاد عمل لوحة اسمها لوحة الستراب، الكلمة الفارسية اللي بتعني الوالي، عمل نص في 305 ان هو الملك بتاع مصر. لوحة الستراب ليها قصة لطيفة، لقيناها بالمناسبة في أرضية جامع شيخون في شارع الصليبة في وسط القاهرة، وموجودة دلوقتي بالمناسبة، وبدعو كل الناس يا ريت انها تهتم جدا بزيارة المتحف المصري عكس عقرب الساعة. احنا بندخل ونمشي في الاتجاه بتاع المزار بتاعنا، يا ريت ان احنا نمشي ونزور اوضه 34 ونشوف الحضاره المرويه ونشوف البلميين ونشوف اللوحه بتاع الداره اللي بيتكلم فيها على قناه سيزوستريس ان صحت التسميه دي، وبنشوف ازاي تمثيل الاسكندر وافروديت وجزء من اسطوره اوديب الشهيره. بطلميوس اصبح ملك، انشا مدينه عند سوهاج، مدينه بطلميه اللي هي المنشاه سوهاج، ابتدى يوسع اسكندريه، عمل ثالوث الاسكندريه سيرابيس وايزيس وحرب كرات. خلونا نضيف عليه، احنا مش هنسميه ثالوث، ممكن نبدا نتكلم على مجمع عائليه اسكندريه، لان هنضيف عليهم هيرمانوبيس، الاربعه الكبار اللي اتوجدوا، الخمس تماثيل بتوعهم موجودين في معبد الراس السوداء اللي على ايدينا اليمين جنب جبنه اللاتين، واحنا داخلين من عند اسم باب الشرق. بطلميوس عمل حاجات كثيره لمصر، ابتدى يظبط، ابتدى يستدعي اليونانيين بكثره ان هم يجوا الى مصر. 286 قبل الميلاد
كان له صديق ديمتريوس الفاليروس. ديمتريوس كان حاكم اثينا وحصلت له مشكله واتنفى من اثينا الى مصر، عاش مع بطليموس صديقه وبدا انه يتكلم معاه على مشروع يعمله، وكان المشروع هو اول مكتبه حكوميه في العالم وهي بيبليوتيكا الكسندرينا. بيبليوس يعني كتاب، تيكوس مكان، بيبليوس تيكوس مكان الكتب، وعمل في داخلها الموسيون اللي هو مكان الموسس، الموسس اللي هم بنات زيوس التسعة اللي هم كانوا رباط الفنون اللي بيحموا كل فنون العالم، وكانت مكتبة الإسكندرية العظيمة التي وإن بدأت في عهد بطليموس الأول إلا أنها لم تعرف ولم تزدهر للعالم إلا في عهد بطليموس الثاني. مات بطليموس الأول 284، انتقل الحكم لابنه بطليموس الثاني لتولى الحكم، وأخته الثانية وتزوج أخته، أخته الثانية أرسينوي خرجت من مصر وعاشت في خارج مصر مع زوجها بطليموس الصاعقة. بطليموس الثاني ابتدى يحكم مصر، كان مختلف تماما عن أبي، شخصية احتفالات ديونوسوس تكتر، البلد تعيش بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي احنا معتادين عليه. اسكندريه ابتدت تبقى مدينه كبيره. 279 قبل الميلاد استدعى سوستراتوس انكنيدوس وكان صديق له، وطلب انه يعمل منشاه تجاريه على الميناء الشرقي تخلد اسمه في الاسكندريه، فكان فنار الاسكندريه احد عجائب الدنيا السبع القديمه. ابتدى يعمل مشروعات كتيره في البلاد، وازدهرت الإسكندرية حتى أن بعض مؤرخي العصر الروماني يتحدثون عن أن بطليموس الثاني كان يرسل بعض الأشخاص إلى السفن المتوقفة في الميناء الشرقي في الإسكندرية أو الميناء الغربي منتظرة للإبحار ليحصل على النسخ من الكتب التي يقرأها أو يمتلكها البحارة، ويضعها في مكتبة الإسكندرية ويطلق عليها نسخ البحارة. الأهم كمان أنه هو اشترى ترجمة اليهود للكتاب المقدس من الآرامية إلى اليونانية، وهي الترجمة التي نعرفها باسم الترجمة السبعينية. بطليموس الثاني استمرت مشروعاته قوية، استطاع أن يحقق لمصر انتصار على السلوقيين اللي حاولوا أن هم يقتربوا من حدود مصر الشرقية وياخدوا منطقة جوف سوريا، لكن الحرب الثانية أو ما تعرف اصطلاحا من الحروب السورية انتهت نهاية دراماتيكية شوية لبطليموس، لأنه اتهزم فيها هزيمة قوية جدا، وانتهى الأمر بأنه سلم منطقة جوف سوريا في مقابل زواج بنته من ابن من الحاكم السوري، واصبحت بنته تزوجت ودفعت مهرها الى الحاكم السوري لتكون بمثابه عربون محبه وضمان ما بين الطرفين، وكانت البنت تعرف في كتب التاريخ بحامله المهر. لكن بطليموس في اخر ايامه، بطليموس الثاني وقع في مشكله، المشكله اللي وقع فيها انه لما جت اخته ارسينوي الى مصر تزوجها وطرد زوجته من مصر واطلق على عدد من البلاد في مصر واهداها اماكن كتير وكان بيحبها جدا، لدرجه ان الفيوم بنعرف في المصادر انها عرفت باسم ارسينوي بوليس يعني مدينه ارسينوي، بل انه اطلق على نفسه لقب فيلادلفوس يعني حبيب اخته، بينما اطلقت هي على نفسها لقب فيلادلفيا حبيب اخيها. بطليموس الثاني انتهى حكمه وانتقل الحكم لاروع واعظم ملوك البطالمه بطليموس الثالث ايورجيتيس الخير، وهنعرف ليه الخير. بطليموس الثالث لما وصل الحكم جاله الخبر بان زوج شقيقتك اللي هو حاكم سوريا مات. في الطبيعي ان موت حاكم سوريا السلوقي ده بالنسبه له ضمان كبير جدا لاحقيه مصر. خلاص ليه؟ اخته متزوجه انجبت طفل، يبقى هتورث هي وابنها والحكم هينتقل. لكن الحاجه الغريبه انه بعد موت حاكم سوريا اخته كمان وابنها اتقتل. خرج بطليموس الثالث في حمله قويه جدا، حقق انتصارات عديده، لكن جاء الفيضان غير منتظم في مصر فاضطر ان يعود عافيا عن الضرائب، محققا لفاتحا للمخازن، معيدا للتماثيل التي نهبت ايام الفرس. وهنا سؤال مهم، اين وضعت هذه التماثيل؟ هل هذه التماثيل، انت عارفين حضراتكم ان دايما المحتل في العصر القديم لما كان يخرج من عندنا هو عارف ان احنا يعني ايه بالبلدي كده معلمين عليه، فكان يحاول انه يرد لي دي، يردها لي ازاي؟ من خلال انه ياخد اثار من مدينه من المدن اللي تجزعني او تكسرني. الاشوريين مثلا دمروا طيبه، وعلشان كده بالله حتى الكتاب المقدس لما بيقول على نينوى عاصمة الأشوريين إنك لن تكوني مثل نو أمون، نو اللي هي نيوت بالهيروغليف مثل مدينة أمون، أو إنه يجي الفرس وياخدوا آثار هليوبلس
اليوبلس اللي هي اونو، اللي هي مدينه الاوتاد او العمود، اللي هي موقعها شمالا ما بين المطريه وعين شمس وعرب الحصن وسور الخميس، وامتدادها الجنوبي قد يمتد حتى منطقه حرقون حلوه. بطلميوس عمل ده كله وطلبوا منه المصير اصلاح التقويم. لو حضراتكم فاكرين احنا عملنا 3 لقاءات على التقويم وشرحنا الفكره وازاي بطلميوس الثالث عملها. خلى الكهنه 237 قبل الميلاد يجتمعوا في منطقه كانوب. كانوب هي تسميه مصريه قديمه لا ترتبط بكانوبوس الملاح الاغريقي من الذي كان عائدا من معركه طرواده ورسى عند المينا ثم مات هناك فسمي كانوبوس باسمه. لا هو اسم تسميه مصريه قديمه قد ورد ذكرها في اكثر من موضع على معبد دندره ومعبد ادفو، بل ان كانوب هي التي اصبحت تعرف ببو قير. بو يعني مكان، وقير مكان القديس قير، وهي مكان كان استشهد فيه احد القديسين المسيحيين القديس قير، ثم اصبح المكان يعرف بهذه التسميه تخليدا وتكريما لذكره. وعشان كده يمكن اغلب احبائنا واهلنا من المسيحيين بيحبوا ان هم يسكنوا في المنطقه تبركا بهذا القديس العظيم. بطلميوس التالت بعد ما عمل الكهنه اجتمعوا وقالوا له متشكرين فيما عرف باسم مرسوم كانوب الاول اللي برضه موجود منه نسخه جميله في المتحف المصري، يا ريت نروح نشوفها مع بعض في قاعه 34 في الدور الارضي. بطلميوس التالت الامور مشيت كويسه جدا، انتهى الامر نهايه جميله سنه 221 انه بنى معبد السرابيوم. بالمناسبه بطلميوس الثالث من اوائل الملوك اللي سمح لهم انه يكملوا وينشئوا ويؤسسوا بالكامل معابد في الصعيد. عشان كده حتى هنلاقي كتير من معابد الصعيد موجوده معبد ادفو تحديدا، وادفو تحديدا ليها اهميه كبيره لان ادفو هي المدينه او المعبد الوحيد الذي لا يوجد فيه حتى الان ولا نقش ولا منظر روماني. والتفسير هنا ربما ان الكهنه المصريين رفضوا ان يدخل اي عنصر اجنبي روماني في المعبد لان هذا المعبد تحديدا هو معبد حورس، وكان الملك يمثل كحورس، ومعنى ان يوضع حورس روماني في داخل المعبد فهذا يعني وببساطه جدا ان الملك المصري يحكم مصر من روما ومصر لم تحكم من خارجها ابدا. عشان كده يبدو ان ده كان السبب ان هم لم يسمحوا للرومان بان يضعوا اي نصوص او نقوش خاصه بهم في داخل معبد ادفو. بطلميوس الثالث مات، ترك الحكم 221 لابنه بطلميوس الرابع اللي هنعمل علامه النزول والانهيار، لان 217 بعد كده يعني بعد تولي الحكم باربع سنين مصر اصبحت عكست الاوضاع، بمعنى 3 بطالمه الاولانيين الفعل من البطالمه ورد الفعل من المصريين حاضر ونعم. من اول بعد 217 معركه رفح او الحرب السوريه الرابعه هتبقى مصر الحدث والبطالمة هم حاضر ونعم. هنعرف بقى ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم فيه على من بعد بطلميوس الرابع وننهي بقى أسرة البطالمة، نحاول ننهي على الفيديو اللي جاي. ربنا يدينا العمر، ان كانش على الفيديو اللي جاي يكون على الفيديو اللي جاي واللي بعده. اتمنى ان انا ما اكونش يعني بطول على حضراتكم فيها، لكن الجزء بتاع البطلمي بالذات اعتبر انه شيق ومهم لناس كتير، انها مرحلة غامضة وفيها مغالطات كثيرة في تاريخ مصر. شكرا لحضرتك.